هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو عملنا اليوم شيف؟ اليوم الحلقات الصحيه اللي بيتعلقوا بالهاي كاربس. بتعرفي في اشخاص بنطلب منهم دايت لو كارب، بس في اشخاص بنطلب منهم دايت هاي كارب، خاصه الاشخاص اللي بيعملوا كثير رياضه. اوكي، لانه الهاي كارب مثل ما بنعرف ممكن يعلم ميتابوليزم خلال الرياضه، بيعطي فيل اكثر للجسم، فبصير في حريق بالجسم، يعني بيعطي نشاط اكثر بالرياضه. نحن قدرون مش عم نحكي هيدي، انه تحت رقابه ناس مختصين، مش كل واحد عزول يعمل، لانه ممكن يعمل شيء ويطلع كله غلط بالاخر. اكيد. هلا حنبلش بالطبخات. حنعمل طبق سمك مع جاسمين رايس. حناخذ اول شيء رز. جاسمين رايس اللي هو بيجي من تايلاندا مثلا، من بلاد غير البسمتي، ريحته غير صح؟ ريحته ايه هيك بتحسيه مثل ما عم نقول ريحه الجاسمين، قالوا هيك الياسمين، ريحه ناتس مكسرات بتحسيه بقلبه. حلو. حنحط الرز، حط عليه مي كمان نفس الشيء، كل كباية لا شيء كباية و 200 يعني 1.2 يعني أكثر من النص؟ أقل من النص. أوكي. يعني بتعرف مثلا في كثير من النساء ما بتعرف مثلا تقدر مزبوط إلا بالكبايات، أقل من النص بشوي. أي يعني هي كباية البسمتي بده كباية ونص، الجاسمين رايس بده تقريبا كل كباية شيء كباية فاصل 2 أوكي تقريبا لا يطلع مزبوط. حنحطه على النار لينسلى، فحنقدمه عاده بيتقدم اكثر شيء مع الفرايد رايس بتايلاند مثلا. بيتقدم حط شويه ملح، اما بيتقدم مسلوق جنب الاكل. حناخذ بصل مفهوم خاطئ شاف عند كثير من الناس، انه اذا بدهم ينزلوا وزنهم بيبتعدوا نهائيا عن الكاربس. ليه؟ هو مش قصة مفهوم غلط ولا مفهوم صح، هي قصة الأشخاص اللي بتاخد الأمور بإيدها الخاصة، هي بيش بيقولوا بالإنشتف هن بياخدوه، هن بيصيروا بيعملوا دايت لحالهم، هون بيصير الغلط. الكارب يعني مثل ما قلت لك، إذا بتشوف الدايتيشن بيعطوك دايت ما بيقطعوا لك أي شيء من اللي بتاكليه، لا بقول لك ما تاكلي سكر، ولا بقول لك ما تاكلي خبز، ولا بقول لك بحط لك بس كميات قليلة من كل شيء، لضل الجسم عم بياخد المادة اللي عايزها للجسم، لأنه هو ما فيك تقطعيه عنه ولا بصير يخزن لحاله. لذلك الكاربس ما فيك تقطعيهم من أي دايت كان بدي، يعني أكيد نحن عم نحكي عن هاي كاربس، بدنا واحد ياخذ هاي كاربس يكون عنده يمكن رياضة صعبة، بدها كثير جهد جسدي، فبده فيول أكثر لجسمه. بس حتى إذا بقطع الكاربس، ما هو السكر اللي بخليني أحرق شحم بجسمي، بخليني أضعف. الكاربس هن اللي بيخلوني آخذ أنرجي لأقدر أكمل لأضعف. إذا ما عم باخذ طاقة، جسم ما حيحرق الموجود فيه، حيحافظ عليه ليكمل شغلك اليومي. فلذلك ما لازم ابدا نقطع الهاي كاربز من اكلاتنا.